السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone. Let's learn some informations about fennec fox. Fennec fox named desert fox. الثعلب اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه ثعلب الصحراء. It is the smallest fox in the world. ده أصغر ثعلب في العالم. It is from mammals. هو بيعتبر من الثدييات. Fennec fox has large ears. الفينيك فوكس لي أذنين طويلتين. The length of its body and head. طول الجسم والدماغ. Is from 36 سنتيمتر to 41 سنتيمتر. The length of its tail. From 18 سنتيمتر to 31 سنتيمتر. The weight of فينيك فوكس. About 1.5 كيلوغرامز. Habitat الموطن الأصلي اللي بيعيش فيه. Fennec fox lives in the desert. بيعيش في الصحراء. Age العمر أو السن بتاعه اللي بيعيشه from 10 years to 14 years. بيعيش حوالي من 10 ل 14 سنة. The pregnancy period of females of fennec foxes about 50 days. فترة الحمل بتاعت الفيميلز للفينيك فوكسز حوالي 50 يوم. Feeding التغذية. Fennec foxes feed on rodents. بتتغذى على القوارض, insects, حشرات, fruits and some plants. Let's talk about physical adaptation of fennec foxes. نتكلم عن التكيف التركيبي او تركيب جسم الفينيك فوكس حصل له adaptation ازاي عشان يقدر يعيش في الديزرت. One, it has long ears. ليه اذنين طويلتين. Why? To keep its body cool. عشان يحافظ على درجة حرارة جسمه لطيفة. يعني يخرج الحرارة الزيادة. Loses temperature from its ears. هيفقد الحرارة الزيادة اللي في جسمه عن طريق الـ two ears. وكمان حاجة مهمة. Collect sounds for hunting. وهيجمع الأصوات بتاعت البريز. أي صوت فريسة في الساند في الرملة مستخبية. تقدر ودانه تحدد مكانها. ويتجمع الصوت عشان يقدر يعمل هانتينج يصطاد to feed on it عشان يتغذى عليها. 2. Fennec fox has thick sandy fur. عنده فرو لونه شبه لون الرمل او بسميه tan fur. Why? During daytime اثناء وقت النهار طبعا السنلايت بتبقى درجة حرارتها عالية جدا. To protect it from higher temperature or very hot temperature عشان يحميه من درجة الحرارة العالية جدا during daytime في وقت النهار. At night بالليل protect it from the extreme cold of the desert هيحميه من البرد القارس اللي في الصحراء بالليل. And keep its body warm. 3. It has feet covered with hair. عنده القدمين بتوعه مضغطين بالهير بالشعر. Why? To protect it from hot sand عشان يحميه من الهوت ساند during daytime أثناء وقت النهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.